إذن عن قصف الحرس الثوري الإيراني لما يقول إنه مواقع للمعارضة المسلحة في كردستان العراق، ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الباحث في شأن العراقي شاهو القرداغي. أستاذ شاهو، مرحبا بكم. يعني كما تعرفون، الحرس الثوري الإيراني يقصف قرى في كردستان العراق بحجة استهداف ميليشيات كردية معارضة. يأتي هذا القصف طبعا في ظل صمت حكومي وميليشياوي غريب، لكن عندما تقصف القوات التركية الميليشيات الإرهابية البككة تقوم الدنيا ولا تقعد. السؤال هنا، يعني لماذا هذه الازدواجية في التعاطي مع هذا الأمر؟ مرحبا، تحياتي لكم. بداية، الهجوم يأتي بعد أسبوع أو أسبوعين من تحريض مستمر إيراني على والاستعداد للهجوم بشكل مباشر، ومطالبات الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان بأن تسيطر على هذه المناطق الحدودية. ولكن السلطات الإيرانية حتى سابقا والآن تبحث عن أعذار حتى تتدخل أكثر وتقوم بالتجاوز على الأراضي العراقية في ظل عدم وجود أي حكومة قوية قادرة على وضع سيطرة لهذه التجاوزات. أيضا الأطراف الموالية لإيران، الأطراف الميليشياوية، هي أيضا تبرر لهذا الهجوم وتقول أن كان هناك هجمات داخل انطلاقا من الأراضي العراقية تستهدف الإيرانيين، على الرغم من أننا لم نسجل أو لم نرى أي هجوم أو أي اعتداء من قبل هذه الجماعات الموجودة على الشريط الحدودي. وبالتالي هذه الميليشيات تؤكد مرة أخرى أنها جزء من المنظومة الإيرانية، وأيضا تبرر التجاوزات والتوسعات الإيرانية داخل العراق وداخل المنطقة. أستاذ شاهو، أين الحكومة من هذا القصف، سواء القصف كان إيرانيا أو تركيا، وهي تتحدث دائما عن السيادة العراقية على كل مساحة العراق، أين الحكومة من ذلك؟ للأسف لا يوجد حكومة قوية قادرة على ضبط الحدود الداخلية وضبط السيادة، على الرغم من أنها أكثر حديثا عن السيادة. إلى الآن لم نرى أي تحركات جدية أمنية عسكرية للسيطرة على كافة الأراضي العراقية، وأيضا وضع حد للتجاوزات الخارجية. وبالتالي الخارج أيضا يرى في ضعف الحكومة فرصة حتى يتدخل بهذا الشكل. ونرى أن اليوم تم استخدام أسلحة جديدة، يعني درونات مفخخة تم إسقاطها على بعض المناطق التي قد تكون معاقل لهذه الأحزاب المعارضة الإيرانية وقد لا تكون، يعني قد تكون المناطق آمنة، مناطق قرى في هذه المناطق. وبالتالي هناك عشوائية أيضا في القصف، ولكن للأسف لا يوجد طرف يتابع ويعاقب هذه الأطراف الخارجية ويضع حد لهذه التجاوزات الإيرانية المستمرة في هذه المناطق. أستاذ شاهو، الإدارة التركية مع كل عملية عسكرية ضد الميليشيات الإرهابية البككة في العراق تقول إنها نسقت مع الحكومة في ضرب هذه المواقع، لكن هل ينسق الحرس الثوري الإيراني مع الحكومة لمثل هذه العمليات، أم أن طهران ترى أن لها الحق في استباحة العراق كيفما ووقتما تشاء؟ طبعا الطرف الإيراني وخاصة الحرس الثوري الذي يقوم بعمليات في المنطقة بالكامل وليس فقط في العراق، تدرك جيدا أن ليس هناك أي صفوفة أو أي حزب أو أي فصيل قادر على الرد على هذه الهجمات. وبالتالي هي لا تعتبر نفسها مجبورة بأن تعطي توضيحات حتى لهذه الهجمات، وحتى هي تتحدث بلكنة تهديدية وتهدد، يعني تنتقد الحكومة العراقية وحكومة الإقليم وتهددهم إذا لم تتدخلوا نحن نتدخل. وبالتالي حتى تصرفاتها يعبر عن يعني عن تطرف يعني في التعامل مع هذا الملف، لأنها تدرك أن الطرف العراقي لا يستطيع أن يضع حدا لهذه التجاوزات، وبالتالي لا يعطي نفسه أو لا يجبر نفسه على إعطاء توضيحات لهذه الهجمات أو تبريرات، وبالتالي يقصف متى أراد وأينما أراد. القصف الإيراني على كردستان طبعا بالنتيجة أسقط ضحايا من المدنيين، هل سيعوض الضحايا في ظل الصمت الحكومي على هذه الانتهاكات الإيرانية أستاذ شاهو؟ طبعا من المفترض أن يكون هناك تعويض وهناك تدخل أيضا توضيح حول موقف الحكومة العراقية من هذا الأمر، أو حتى حكومة الإقليم وموقفه من هذا القصف، ولكن أنا لا أتوقع أن يكون هناك تدخل لأنها استمرت وتكررت في الماضي ولم يكن هناك أي تدخل إيجابي. المدنيين يتركون قراهم ويتخلون عن ممتلكاتهم، وبالتالي
تكون هذه المناطق مناطق مسلحة ومناطق داخل يعني تهديد عسكري، وأيضا الكثير منها مناطق سياحية، وبهذا الشكل أيضا يضربون القطاع السياحي في هذه المناطق. وللأسف لا يوجد أي تدخل لا للتعويض أو لدعم هذه العوائل التي سوف تنجبر على ترك مناطقها والهروب إلى مناطق أخرى. من إسطنبول الباحث في الشأن العراقي شاه القرداغي، شكرا جزيلا لكم.